باعتقادي. أعتقد أن برناكي سيعيد نفس الكلام تقريبا اللي قاله في المرة الماضية، يؤكد على مسألتين رئيسيتين، أنه موضوع التيسير الكمي مستمر وأنه سيستمر حتى يحقق أهدافه، والنقطة الثانية راح يأكد أنه الاقتصاد الأمريكي فعلا بدأ بالانتعاش أو بدأ في تحقيق نمو اقتصادي جيد نسبيا، طبعا إذا أخذنا كل العوامل الحالية في عين الاعتبار. طبعا في قضية أساسية، يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي في أمريكا حاليا، طبعا الاستهلاك بدأ يتحسن بشكل أو بآخر، في مؤشرات كثير قوية أنه في الربع الثاني من العام الحالي ثروة المستهلكين أو الأفراد في القطاع المستهلكين زادت إلى وصلت إلى حوالي 73 تريليون دولار. طبعا تراكم الثروة بحد ذاته معناتها أنه هذا استهلاك مستقبلي، لأنه أحد مصادر الاستهلاك هو الادخار وتراكم الثروة. لكن هذا سيعتمد على مدى ثقة المستهلك في الاقتصاد. صحيح صحيح. بنفس الوقت شاهدنا أنه في تحسن في سوق العمل، شاهدنا في رغبة من قبل الشركات الاستثمارية عموما أو الشركات الأمريكية عموما بزيادة حجم الاستثمار. النمو القادم فعلا خلال النصف الثاني من العام الحالي سيعتمد على نقطتين رئيسيتين اللي هو الاستثمار والاستهلاك. الشركات الأمريكية عندها فائض كبير من الأموال بشكل سيولة نقدية، ومستوى الطاقة المستخدمة في داخل الاقتصاد الأمريكي بلغت حوالي 77 تقريبا بالمية، وقاربت حوالي 78%، وهذا معناته أن الشركات الأمريكية بحاجة في الفترة القصيرة القادمة إلى بناء طاقات جديدة، وهذا معناته أنه مشترياتهم من الصراع الأساسي الرأس مالية راح يزيد خلال فترة، وهذا معناته أنه الاستثمار راح يزيد في الفترة القادمة. يصاحب هذا الشيء طبعا زيادة في الثروة مثل ما أنه اللي هي أحد المصادر الرئيسية بالنسبة للمستهلك الأمريكي، في نوع من الاستقرار في سوق العقارات بشكل عام مع اتجاه إلى الصعود. لكن دكتور، هذه المعطيات التي تتحدث عنها تكون صحيحة في حالات العادية للاقتصاد، لكن يجب أن لا نغفل أن الاقتصاد الأمريكي الآن يتحرك بإعاز من الفيدرالي الأمريكي أو يتحرك بدعم من أموال الفيدرالي الأمريكي التي تضخ كل شهر 85 مليار دولار يتم ضخها شهريا في الاقتصاد من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي في حال بدأ الفيدرالي الأمريكي بسحب هذه الأموال، هل تعتقد أن هذا الاقتصاد سيتزعزع، سيتخلخل وستتخلخل قواعده، أم أنه لن يتأثر؟ لا طبعا، لما نتكلم على السحب الدعم الحكومة الأمريكية للاقتصاد الأمريكي، لا يجب أن نغفل نقطة أساسية، أنه هذا السحب رح يتم تدريجيا بناء على الوضع اللي موجود في الاقتصاد الأمريكي. طبعا برناكي ما رح يجي يسحب ال 85 بليون تدخل شهري مرة واحدة، حيسحبها بشكل تدريجي، ومش هلأ في الوقت الحاضر، على الأغلب حيكون في نهاية السنة من العام الحالي حيبدأ بالتخفيف إلى حد ما. طبعا هو في نقطة أساسية كمان، أنه الكوانتيتيف إيزنج أو التيسير الكمي بشكل عام لا يأخذ بعين الاعتبار فقط الوضع الداخلي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يأخذ أيضا الوضع الخارجي. النقطة الأساسية في الموضوع أنه مصدر النمو خلال السنوات الفاتت قبل الأزمة كان هو الائتمان. البنوك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وضعها جيد عموما، يعني الأرقام اللي طلعت بالنسبة لربحيتها خلال الفترة الماضية كان سيتي أو جي بي مورغان أو غيره، صراحة يعني تؤكد أنه القطاع هذا أو القطاع المالي بشكل عام بدأ يتحسن. هلا النقطة الأساسية في الموضوع أنه هو مصدر مصادر الائتمان، طبعا لحد الآن ما زالت البنوك يعني مترددة تماما بأنه إعطاء الائتمان بالمستوى اللي كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية، ولكن بدأت البنوك إلى حد ما تعطي الائتمان بحذر شديد طبعا لها، وهذا طبعا قد يكون مصدر من مصادر أيضا النمو. النقطة الأساسية أنه الشركات عندها سيولة كبيرة كتير، وبسبب بسبب الزيادة في الاستخدام الطاقة في داخل الاقتصاد الأمريكي، الآن على الشركات الأمريكية أن تنفق لشراء السلع الرأسمالية لزيادة مستوى الطاقة عندها والإنتاج. زي ما قلنا الاستهلاك إلى حد ما لا بأس فيه، صار في زيادة في الدخل، لكن هنا تحقيق هذا التوازن بين الزيادة في الإنتاج يجب أن تقابلها زيادة في الاستهلاك، وإلا صحيح. ستحصل لديك فوائد وبالتالي فوائد في الإنتاج وبالتالي كساد في الاقتصاد. صحيح. ما تنسى كمان نقطة أساسية كتير، أنه
حتى الآن التوازن في داخل الاقتصاد بين الإنتاج والاستهلاك موجود. يعني ما صار عندنا نحن. لكن ليست هناك ثقة مطلقة في الاقتصاد لحد الآن. في كل ما نتحدث عن التردد والأسواق ربما هي البارومتر الحقيقي هنا لقياس مدى ثقة المستهلك أو ثقة المستثمر في الاقتصاد. عندما بدأنا أو أشار برنانكي إلى احتمال بدء تقليص برنامج شراء الأصول لاحظت كيف تراجع بشكل كبير. هذا صحيح لأنه أصلا من الأساس الأسواق المالية ما كانت متوقعة بشكل أو بآخر أنه برنانكي يعطي هذا التصريح. هذا في الدرجة الأولى. فحصل نوع من تقريبا الصدمة في البداية. وحصل في نوع من الـ يعني التسهيل الكبير. طبعا إحنا ما ننسى قضية أساسية. أنه الوضع الاقتصادي في أمريكا عم بيتحسن. ولكن مش للدرجة المستوى اللي إحنا نقول خلاص إحنا طلعنا من الأزمة. ما زال مديونية عالية. ما زال في مشكلة كثيرة بالنسبة ل قطاعات العقارات.